وللتعليق على آخر التطورات السياسية في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق. أهلا بك معنا أستاذ محمد. أهلا بكم. أهلا بك أستاذ محمد. سياسيا، هل باتت حركة حماس اليوم في الوضع الأمثل الذي يسمح لها بخوض الانتخابات وسط العديد من التحديات التي تواجهها برأيك؟ نعم، حركة حماس ليست وليدة اليوم وليست باحثة عن الشرعية النقودة، لأنها هي صاحبة الشرعية في الانتخابات التي أجريت، وهي الانتخابات الوحيدة التي أجريت بالتوافق الفلسطيني عام 2006 وحازت على نسبة الأغلبية في البرلمان. هذه النتيجة في البرلمان رفضتها ما تسمى بالرباعية الدولية، ورفضت صوت الشعب الفلسطيني ورأي الشعب الفلسطيني، وقامت بحصار حكومة الشعب الفلسطيني وإلقاء عليها العقوبات. لذلك حماس جاهزة في كل لحظة، والواضح جدا أنها من تصريحات قياداتها أنها جاهزة ليس فقط في ميدان الانتخابات، بل في ميدان المقاومة وفي ميدان صفقة التبادل وفي ميدان الردع. لذلك كان لديهم القرار في آذار الماضي حينما قرروا خوض الانتخابات، الذي أرضى الانتخابات هو حركة صبيح ورئيس سلطة أوسلو محمود عباس. لذلك الآن أعتقد أن الحركة الوحيدة التي تستطيع الآن خوض الانتخابات من غدا صباحا هي حركة حماس، أما باقي الفصائل نعم. سيد محمد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد محمد. نذهب إلى فاصل ومن ثم نواصل. إذن بالعودة للحديث عن التطورات السياسية في فلسطين المحتلة، كان معنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق. أستاذ محمد، يعني أسألك إلى أي مدى أيضا يعكس إعلان حركة حماس استعدادها لإجراء الانتخابات تطلعات الفلسطينيين حقيقة في تمثيل أفضل لهم محليا ودوليا أيضا؟ أعتقد أنها لديها عمق إقليمي في هذا التصريح، ولدى هذا التصريح ما وراء الكلمات في المنطقة على وقع بعض الترتيبات الإقليمية الجديدة. واضح أن حماس لديها بعض الإشارات. ميدانيا وواقعيا الشعب الفلسطيني ليس لديه برلمان فلسطيني، ليس لديه رئيس منتخب، محمود عباس منتهي الصلاحية منذ 10 سنوات، ليس لدى الشعب الفلسطيني أي هيئة منتخبة، حتى البلديات هي مجالس بلدية محلولة. بالتالي لا يمكن لا للدول المانحة ولا للدول العربية المحيطة أن تبقي الأمور معلقة فقط باثنين أو ثلاثة في داخل أسوار المقاطعة في رام الله. لذلك واضح أن هناك بحث عميق لدى المنطقة والإقليم لإيجاد آلية بحيث أن لا تكون حماس في الصورة، وأيضا أن تكون هناك انتخابات ولو كانت وهمية. لذلك الأيام القادمة ستحمل الكثير من الحراك الدبلوماسي والسياسي لتقريب وجهات النظر، خاصة أن حركة حماس كانت قد أشارت إلى أنه وجب أن تكون هناك انتخابات متزامنة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية. حماس والجبهة الشعبية يبدو أنها الأكثر حركات جاهزة لخوض الانتخابات، أما حركة فتح لديها مشاكل كبيرة. كان الصورة الواضحة لهذه المشاكل قرار إلغاء الانتخابات الذي صدر عن محمود عباس قبل 3 أشهر. لذلك طبيعي جدا أن تكون حماس لديها هذه الاستعدادية والجاهزية، لأن أروقتها منتخبة
حتى مكتبها السياسي المنتخب، مجلس شورى الداخلي لديها منتخب، المجلس العسكري للجناح العسكري لكتاب قسام منتخب، كل هذه الأروقة النقابية والأكاديمية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والأمنية هي عبارة عن تسلسل منتخب في حركة حماس، وهي طبيعي جدا أن تعكس ذلك على رأي الشارع الذي يريد أن تكون حماس قيادة له بحسب آخر استطلاعات الرأي التي تطالب محمود عباس بالرحيل. على كل الأحوال السيد محمد، ما هي الأوراق الإقليمية؟ تفضل. نعم، بالنسبة للأوراق الإقليمية كنت سوف أسألك، هل يكفي لحماس يعني التعويل على الداخل الفلسطيني؟ يعني تعلم أن حماس لا تحظى بما تحظى به حركة فتح من الدعم الدولي إن صح التعبير. هذا كان في السابق، سابق الذاكرة، حينما كانت أفغانستان على سبيل المثال. طالبان الآن لديها حضور ولدى الكثير من الدول المحاولة الاعتراف بها. حماس على وجه التحديد لديها صورة أكثر واقعية وأكثر شمولية، وحتى لدى حماس أوراق إقليمية ودولية، سواء في ملف المرأة، سواء في ملف المقاومة، سواء في ملف التوافق على قوانين الأمم المتحدة، سواء في ملف نبذ العنف والإرهاب، سواء في ملف العلاقات المجتمعية، حتى في صندوق الاقتراع هي فائزة ولديها أغلبية سابقة، لذلك لا يمكن أن تحاسب حماس على معايير الرباعية التي فشلت، ولا يمكن أن تحاسب الجماهير الفلسطينية على مواقف إقليمية فقط لأنها تريد أن تحيي أوسلو اللعينة رغم مساوئها. لذلك الأوراق الإقليمية لدى حماس الآن أقوى، الدول التي تؤيد فكرة الذهاب إلى الحوار مع حماس قوية، وحماس في نفس الوقت ترفض، ودعنا نشير إلى هذه النقطة مهمة، ترفض أن تذهب وحيدة للمجتمع الدولي، وهذا ما قالت به قيادات السلطة الآن تهاجم حماس. هذه القيادات قبل شهور قالت نشكر حماس لأنها رفضت الجلوس مع كوشنير ضمن صفقة القرن، وكان لدى حماس بوابة في الجنة الكبرى أن تذهب لكوشنير وأن تجلس مع كوشنير كما طلبت الإدارة الأمريكية، ولكنها رفضت وقالت نحن شعب فلسطيني لدينا وحدة وطنية لدينا مصالحة. طيب. الغريب في فتح حتى اللحظة لا يمكن لها أن تحترم هذا التصريح من حركة حماس، وتصر رغم عدم وجودك أوراق قوية في يدها على أن تكون هناك حالة من الاستفراد. هذا يقودنا إلى عنق الزجاجة، إن كان لدى فتح أفق فيجب أن يذهب باتجاه الوحدة الوطنية والمصالحة. هنا السؤال سيد محمد، يعني لماذا ترفض حماس إجراء انتخابات المجالس البلدية المجزأة والتي قررت السلطة الفلسطينية في وقت سابق إقامتها في شهر كانون الأول المقبل؟ سيد محمد تسمعني؟ بجميع الأحوال كنت ضيفنا عبر الهاتف من الضفة الغربية المحتلة الصحفي والمحلل السياسي محمد القيق، شكرا جزيلا لك.